السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى إن الناس تكون إن شاء الله المستوى في السبستانس يكون اتقدم شوية عن الأول. أنا عارف إن لسه في لخبطة معاكم. النهاردة إن شاء الله هحاول أتكلم معاكم شوية حاجات كده عن الأرضيات، ونخش بقى في حاجات أدفانسد شوية عشان نسيب بقى اللعب العالي اللي إحنا كنا بنعمله ده قبل كده. فخلونا نبتدي. انا دي ماتيريال عملتها من فتره قريبه، والصراحه الماتيريال دي كانت فيها فكره، يعني كانت فيها حاجات انا كان مطلوب مني ان انا اعمل حاجه كده. فكان فكره ان انت تعمل كذا لاير بكذا شكل وتطلع في الاخر بالستايل ده كان فيها شويه تفكير. فتعالى اوريك التكنيكس اللي انا مشيت عليه، وهتستغرب جدا من الطريقه. يعني بدايه هو ما فيش في السبستانس حاجه ممكن تخلينا اعمل الـ مثلا مربع زي ده يبقى سيركل كده ويفضل يلف حوالينا، ماشي؟ في حاجات بتخلي الـ الاشكال سيركل بس مش هتظبطه بالشكل ده. فانا عملت ايه بقى؟ انا اول حاجه عملت شيب عادي بتاعي، ماشي؟ بس لا، خلينا الاول ناخد ايه المربع ده. المربع ده بقى عملته ازاي؟ عملت تايل سيمبلر، ماشي؟ الحاجات دي بص هتلاقوا فيها شويه حاجات كده لطيفه كده، اللي هو ايه ده؟ طب ما هي سهله اهي، ماشي؟ فانا مثلا جيت بعد كده بقول ايه ان ده دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ماشي؟ فهاجي اقول له ان هنا انا عايزهم 15، وده تقريبا برضه هتلاقيه ايه 15. اوكي، طيب هما قريبين من بعض، فهاجي في السايز بتاعي كده اخلي 0.5 كده. اوكي، طب انا بقى عملت ايه؟ جيت قلت طب انا عايز افرغ اللي في النص دول، هعملهم ازاي؟ طب والله سهل يا جماعه، نيجي نعمله نربطه بشيب كده، نعمل بلند. اوكي، خليني بس اصغر ده عشان انا من اللابتوب، واقول له سبتراكت، اصغر، شايفين كده؟ ابدا اصغر السكيل بتاعي لكده اهو. ظبطت ولا ما ظبطتش؟ ظبطت. بس في حاجه بقى، ده المفروض لما بيعملوا تايلز بيبقى مقطوع نص علشان النص ده يكمل مع النص ده. بمعنى ايه؟ يعني بص لو انا عملت كده هيبقى في اتنين، فانا لازم اعمل ترانسفورميشن كده سكيل بحيث ان انا اخليهم في الاخر واحده بس، شايفين؟ بس الموضوع سهل خالص، سهل ولطيف اهو كده. خلصنا اول شيب في ثواني، ما خدناش وقت. بس انا عايز ده ايه، نصغر ده كده شويه. اوكي، هي مظبوطة اهو بالظبط. خلاص خلصنا كده أول حاجة، شفتوا شايفين السهولة بتاعتها؟ بس خلاص طبعا نضيف في الآخر بقى، بنديها بقى في الفلور والحاجات دي. طب هنيجي بقى نعمل الشكل اللي جوه. الشكل اللي جوه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلندر، اسمه ده سوري سيركل. فأنا هعمل شيب تاني وأقول له أنا عايز ده يكون بالمنظر ده. أوكي، طيب ازاي بقى اقدر اقطعه بالمنظر ده؟ عارف حوار، طب هنعمله ازاي؟ سهل قوي. بنعمل ايه؟ في حاجه اسمها سبليتر سيركل، ماشي؟ سبليتر سيركل دي بتخليك تقدر تلف اي حاجه على شكل دايره اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. اوكي، بس انا بقى هعمل ايه؟ هقول له والله انا عايزه كده، انا عايزه دي خطوط بس. اوكي، وهطولها هطولها، بس انا عايز اشيل التايلز بتاعتي، عايزه من غير تايلز كده. اوكي، وهاجي ارفع دي خالص، وممكن بقى ايه تقعد تعد دول. بس يعني انا هعملهم مثلا ايه 30 تقريبا، لو عايز بقى تبقى تعد تبقى تعد يعني مع نفسك. اوكي، وهاجي هعمل هنا بلند واخد ده كده واقول له يا عم
اطرح لي منه بالمنظر ده. شايفين شايفين الفكره انت بتفكر ازاي؟ الموضوع كله في التفكير. وخلي بالك بره احنا ممكن يعني ايه ممكن نخليه كده ممكن نخليه كده ليه لا؟ ماشي هنخليه كده نرفع كده خالص بتاعنا كده المنظر ده تمام. ونيجي بقى ناخد شيء تاني اللي احنا كنا لسه عاملينه دلوقتي نخليه هو السيركل دي اوكي. واجي اعمل لينت واعمل له سبتراكت اوكي. بس لا انا بقول لك خلينا ايه خلينا نمشيها ان ده هو ديسكاس اوكي اللي هي كده دلوقتي. بعد كده هعمل منه بلند تاني واخد ترانسفورميشن من ده واقول له سبتراكت واخلي ده نو تايلز اوكي. ونيجي نرجع نصغر ده دن دن دن. شايفين اللي حصل؟ بدأنا نعمل أول سيركل. الدنيا حلوة وأحلى سنين. أوكي؟ طيب تعالى بقى نربط نعمل بليند كده. نقول له أنا عايز ده. أنت بقى بتسمي الحاجات ديت بقى أوتر شيب مش عارف إيه الحاجات دي. ونيجي نعمل كده ونأد. الله شايفين السهولة بقى؟ شايفين الدنيا تبقى سهلة وحلوة إزاي؟ هنيجي نعمل ترانسفورميشن ونضغط كده هنا ونرجع للترانسفورميشن ونصغر اوكي. نصغر سيكا 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 تمام يا شباب. شايفين الدنيا سهله ازاي؟ حلوه قوي الدنيا مظبوطه اوكي. شوف بقى انت لو عايز ترفع الخيوط دي الحاجات دي فاحنا مثلا ايه نخليها 3 4 دي اوكي. تعالى برضه ايه ناخدها سنه كده صغننه ما تبقاش بس ايه لازقه كده تمام زي الفل. طيب ده بقى السيركل ده واخد لي تلاتات 1 2 3 اهوت ورا بعض اوكي. فاحنا هنعمل ايه؟ حلو السؤال ده. هنيجي ناخد من ده بلند اوكي وناخد من ده دوبليكيت ترانسفورميشن ونقول له اعمل لي اد كده وكبر لي الحلو ده نكبره كده ماشي سنه. ونيجي نعمل ايه نقول له لفه لي شويه علشان ما يبقاش ايه كله على خط واحد رغم ان هم كلهم على خط واحد بس انا عايز اعمل ايه شويه ديفورميشن بس كده يعني عارف حاجه بسيطه قوي كده. نعمل منه بلند كمان ونقول له اد. الموضوع يا جماعه سهل جدا بس موضوع محتاج تفكير ان انت زي ما اتفقنا ان انت تبقى جينيس. لو تبقى جينيس يا زاد اوكي نخليها كده تمام. ناخد واحد كمان نبص لها للاخر بقى يعني ايه عشان ما نبقاش سايبين ايه مش فاهم يعني اوكي زي الفل. طيب انا دلوقتي ده راح على ده اختفى في ده فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد دول كده وفاكرين المربع ده عايزين المربع ده اهو هناخده ونطرح منه دول علشان تاني بص ده دلوقتي بقى كامل اوكي. فانا عايز اخد ده انا عايز اخد الجزء الخارجي ده يعني اللي هو هنعمل له مثلا انفيرت كده اهو شايفين ده كده ونطرح منه المربع ده اوكي
زي الفل. تيجي بقى ترجع هنا تلاقي الدنيا ظبطت معاك اهي، فاحنا هنعمل ايه بقى هنا؟ حلو السؤال ده، نيجي نكبر. شاطر، اللي قال لي نكبر بيه شاطر. نكبر التايل سيمبلر بتاعنا. يا سلام، اوكي حلو قوي زي الفل اهو، خلصناها اهي. الله، شايفين الحلاوه؟ خلاص احنا كده ايه الجزء ده اللي تعبنا كتير في العاده او حاجات كتير يعني. اوكي ناخد بقى، ممكن بقى تاخد منه كمان واحد وتكبر بقى المربع ده، يعني انت خلاص احنا عندنا ايه شيبس هم. اوكي بالمنظر ده عايز بقى تعمل لك انت، احنا خدنا المفروض ده يبقى تخين شويه، احنا عندنا 1 2 3 هم 1 2 3 ده كده المفروض يبقى تخين بقى شويه، اللي هو تقريبا كان هو هيبقى الاول. طيب احنا علشان خدنا منه ورا بعض بقى ماشي، احنا لو عملنا كده كله هيتحول. خلاص احنا نخليها كده اوكي، ونعمل لنا واحده حلوه. انت عارف احنا ممكن برضو نعمل ايه؟ ممكن نعمل حركه حلوه جدا، بس لا هي كده تمام مظبوط. خلاص نيجي ناخد الكبيره. بص بقى انا كان عندي بقى حاجه هنا كانت مجنناني، فكره ان انا ازاي هقدر اعمل الشيب ده. قعدت الف يمين شمال يمين شمال مش جايه خالص تظبط معايا، بس الوحي بقى الهمني قال لي ان الله، او مش ده نص، مش ده مثلث؟ لو انت قسمته بالنص كده مثلث، فعندك مثلث هنا ومثلث هنا، وشايفين بقى هنا ايه لما شعاع النور يطلع لك كده. فانا جيت رحت عامل ايه؟ رحت عامل بوليجون فيل، اسمه ده بوليجون 2. اوكي لا احنا عايزين بوليجون 1. رحت مخلي الستايل بتاعها مثلث ده. اوكي رحت مفوله 90 درجه كده تمام، وصغر ويا عم كده وارفعه لفوق بالمنظر ده. نيجي نقول له يلا ميرور جري سكيل. الميرور لو انت عايز تعمل اي حاجه اعملها ميرور على طول. اوكي ونيجي ننزل هنا كده، شايفين خدنا نفس بالظبط ده الشيب المربع ده. اوكي بقى معانا بالمنظر ده، تيجي بقى تربطه بالايه؟ بالسبلاتر سيركل زي ما احنا اتفقنا. نيجي بقى من هنا نقول له ايمج انبوت، وتعالى يلا بينا نكبر عم ده. اوكي شايف هنا بقى زي هنا، بس المفروض ان دول بيتلاقوا مع بعض، فاحنا هنعمل ايه؟ شاطر جدع والله اللي بيقول لي ده كده جدع. فاحنا هنجرب حاجتين، يا اما ان انا هلفه فين 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 اصلا، انت ممكن تعمل شويه حركات. طب شايف دي جت معايا بالصدفه ترس، انا قعدت افكر ازاي اعمل التروس بتاعت الحاجات الساي فاي وكده ما كانتش هتيجي معايا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ترانسفورميشن كده، نرجع على السيركل و هنعمل ايه يا واد يا كيم؟ احنا عندنا دي كده مربعين بس بقول لازم بقول ايه لافين في بعض. طيب ما عملتها ازاي؟ والله انا نسيت.
هاتيجي. كنا عملنا ايه؟ المفروض هنا لف معايا. ما فيش. اوكي يعني كده هتظبط اهو، كده هتظبط ان شاء الله. نكبر هو في اوبشن كده انا كنت اعمله، بس مش ظبط. كده هتظبط واحدة واحدة كل حاجة. أيوة نجحنا 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 نجحنا. ظبط ايه؟ شايفين؟ والله يا جماعة بالتجربة يعني، حتى أنا كنت أعملها وكنت نسيت. هما كتير بقى يعني، هما كتير، فاحنا ايه؟ نزود كده البتر يعني. هما كانوا كام أصلا؟ ادي نساهم بالاثنين كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 و8 16 صح؟ انا جاهل بساطة رياضيات. اوكي طب ما احنا خليها زي ما كانت عشان احنا مصدقين هنظبطها. ماشي، علشان بس وقت التوتوريال احنا، انتوا كده كده ايه هتجربوا مع نفسكم. تمام، قول لي كده، قول لي كده. ونصغرها كده ماشي، اديت لنا نفس الشكل اهو الحمد لله يعني اخيرا. اوكي، فاحنا عملنا دلوقتي بالمنظر ده، ممكن بقى ايه نعمل منها بلند وناخد منها واحده كده ونقول له صغرها لي كده علشان الاخت التانيه دي، لكن هي عامله كده.
تمام، نيجي نعمل لها بلند تاني ونقول له بقى المره دي اد، وناخد منه دي كده ونصغرها بالمنظر ده. اوكي شايفين؟ زي الفل، زي البطيخ. نكبرها بس كده شويه وناخد دي بالشكل ده. اوكي عندك فين تاني؟ عندنا الدايره اللي في النص دي هنسيبها دي كده طبيعي، لازم بعدنا تهمنا ما ينفعش. فهي ايه برضه مدوره؟ مش لو مدوره يبقى احنا هنعمل ايه؟ هناخد بقى دول الحبه دول كده اهو كوبي كده ناخدهم تحت كده لوحديهم ونقول له يا عم انا عايز اصلا اصغر دي كده مثلا. اوكي واقول له تعالى اعمل لي بلند كده ليها. اوكي واقول له ترانسفورميشن تو دي، وبرده تايلنج يشيل التايلنج ماشي، ونقول له هنا اد وتعالى صغر لي دي كده. اوكي ونلفها بالمنظر ده، وهنا ناخد دي كده ايه للاخر. اوكي واحد هيقول لي الله بس دي اتشالت بقى كده احنا مش عارفين مظبوطه خالص، اقول له يا عم استنى عليا بس اصغر دي كده ايه لحد هنا كده. اوكي وهنيجي نقول له خففها لي بالمنظر ده. فهمتوا بقى؟ شفتوا بقى انت بس لو استنى بس عليا شويه هتلاقي كل حاجه. طيب عايزين بقى كمان نفرغ الجزء اللي فوق ده، احنا هنعمل ايه؟ انا عايز اخد الكبير ده الكبير الخارجي ده هو فين؟ تعالى انت شايف. اوكي شايفين ده كده؟ عايزين نطرح من الاخر الجزء ده، يعني انا عايز اعمل بيه تفريغ هنا، انا هعمل كده اهو بلند في الحته دي كده اهو كده اهو ماشي، وناخد ترانسفورميشن من ده. اوكي وهنيجي نعمل كده ونقول له ايه اطرح لي منه حته. انا هعمل ايه؟ نخليها كده شايف؟ اهي فرغتها لي. فهمتوا انا عملت ايه؟ أو. اوكي ممكن نخلي زي ما كان هو تخين بس كده زي الفل كده احنا ايه خلصنا. بس انا برضو مش عايز اخلي الفرق ما بين ده وده كتير عشان لسه في الاخر ايه هديلهم فايل. شايفين طلع معانا في الاخر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام؟ هنيجي نعمل ايه؟ طبعا دلوقتي هو كله حته واحده. لما نيجي نعمل كده ماشي دي ونيجي نعمل سكيل كده كله حته واحده. هناخد كل ده بقى في الاخر نقول له والله انت عارف انت لو خليتها انا كده خلاص 100% مش هتخسر معايا. 100% احنا خلاص فرقنا ما بينهم. اجي اقول له بقى في الفلور ونقول له في التو راندوم جري سكيل. في التو راندوم جري سكيل. اوكي الله نيجي بقى نعمل ترند حلو قوي كده نقول له يا عم اربط لي ده بده وتعالى حب يلا بينا نصغر. ايه اللي حصل معانا هنا؟ شايفين؟ لو بقت حته عاليه وحته واطيه. طيب هل ده كده كفايه؟ لا احنا برضو عايزين نعمل شويه ديتيلز اكتر فيها صح ولا ايه؟ مظبوط. ممكن نعمل بيفل، ندي له بيفل مثلا، ايه رايك ندي له بيفل صح؟ ندي له نخليه كده علشان
نخليها شارب قوي. اوكي المنظر ده. طيب خلصنا دي كده. طبعا احنا شغالين كل ده على فكره على 1024. انا لو حضرت دوره التوكيا هتتصدم يعني، هتلاقي الكواليتي حلوه قوي. اللي احنا عملناه ده هنعمل ايه؟ فيل. فاكرين لما احنا قلنا لو عايزين نعمل ديستورشن في الارضيات والحاجات دي هنقول له فيل جريدينت. اوكي برضه نربطها بكده ونقول له احنا عايزين انجل فيريشن تبقى معانا بالمنظر ده. تمام. دي بس ايه تقريبا شايف الخط ده مش واصل، فاحنا عايزين نوصله ببعض. انا عايز اشوف كده. ضفت بس ايه ترانسفورميشن. اوكي طيب كده نشوف. كده ظبط، لان كان الجزء ده كان واخد كله ستايل واحد، جريدينت واحد. دلوقتي كده دي الحته اللي جوه دي ظبطت معانا يعني. اوكي طيب دي بقى انا عايز اربطها، عايزين نعمل لها مثلا ايه، نعمل كلاود. اوكي وهناخد دايركشن وور. فاكرين لما قلنا ندخل ده في ده علشان يدينا الحاجات دي، نخليها مثلا ايه 180 بس بلاش الجريدين، خلينا ايه ده جري سكيل. اوكي بالمنظر ده. اوكي كده. وبعد كده بقى هنربطه بالجريدينت، نعمل لهم كده ونقول له من برق. اوكي بقى عندي هنا ايه الحته بقى هنا مكسره كده سيك يعني. اوكي بعد كده نقول له ليفل ونضغط نغير هنا ونقول له مثلا ايه خليه كده نص مثلا. كده ايه. اوكي وتعالى نعمل بلند هنا كده ونقول له اربطه لي ده واعمل لي ليه عشان نخليه كان ضرب اوفرلاي يعني اوفرلاي لطيفه مش وحشه. اوكي هيبقى معانا بالمنظر ده. بس برضو انا عايز اعمل حركه كده، خليني ايه نرجع دي كده. ايه من دارك يعني ده كده مظبوط تقريبا. اوكي يعني بص عملنا ديستورشن بس كده حاجات ايه خفيفه قوي كده في السطح، حاجات كده مكسره مش عارف ايه كده. بس انا برضو عايز استنى كده ايه هقول له اللي بالكده تاني. عايز اخلي في الماكس. ما عايزها كده يعني نخليها كده. هي مظبوط، بلاش نلعب فيها خلاص خليها زي ما هي كده.
احنا قلنا اوكي يا شباب. ماشي، تعالى هنا بقى، ايه نغير دي، نخليها ملتي لايكر علشان تنزل لتحت. اوكي، احنا عملنا ايه ديستورشن بس كده خفيف، وبعد كده هعمل بلين تاني واقول له اضيف مثلا ايه شويه النويز دي. اوكي بالمنظر ده، وبعد كده ممكن نعمل برضه بلين كمان ونقول له والله هات لي ديرت. اوكي بالشكل ده طلع عندي في الاخر الشيب بتاعي بالمنظر ده. طبعا انا المفروض ان انا هنا بقى ايه، مش انا عادي بقى، ممكن تخليه انت عالي كده لو انت عايز تخليه عالي، وممكن نقلل التكسيرات دي. بس طبعا دلوقتي انا عندي الاخ ده كده فاضي من النص، فاحنا واجب علينا ان احنا نديله هاي بليند. فاكرين الهاي بليند ان انا عايز اعمل ارضيه بحاجه تانيه، فانا هعمل كلاود اوكي وهربطها، اعمل لها بلند كده واحط مثلا عليها الاخ الحلو ده. ماشي، ونخففهم كده شويه ونقول له هنا بقى ايه، هات لي هاي بلند كده واربطها لي بده، ونعمل له الاكس كده، نخلي ايه على حسب بقى، ممكن نشوف هتبقى ده اللي فوق ولا ده اللي تحت. اوكي بص بقى هنا احنا بنعمل ايه، هبدأ أظهر الرملة معايا، أول حاجة الديرت معايا، ممكن أزودها كده، شايفين؟ بدأ يظهر معانا الحاجات دي الديرت. الموضوع سهل قوي يعني، الموضوع سهل بشكل مش قادر تتخيلوه يعني. أوكي أهو ظهر معانا تمام ولا مش ظهر معانا تمام؟ بس يا سيدي تيجي بقى أنت إيه، شايفين الحاجات الجريدينت وال، لو انت عملت جريدينت كده، جريدينت وناخد منها ده ونقول له استنى بقى ايه، نسيف مثلا صورة من دول ونعمل لها لينك كده، نضغط عليها دبل كليك ونقول له والله خد لي شوية الحاجات الحلوة دي. شايف؟ ممكن بقى انت تفتح وتشيل ايه؟ نشيل الحاجات الغامقة مش عارف ايه، لو في حاجة مش عاجباك بس يعني خليها دلوقتي مش هتضر معانا ايه. تعالى كده ايه، ناخدها نربطها بالاخ ده. اوكي شايف؟ نخليها هي ستريشن كده. خلينا ايه نشيل منها الحاجات الداركنس قوي. يعني كده في المعقول شوية. اوكي واصل، انت ممكن اصلا ما تديلوش كل الالوان دي، انت ممكن تديله، انا اصلا عملت كده، انا جيت في الاخر حطيت له مثلا 3 الوان ولا حاجه تقريبا. ماشي، فاحنا هنحاول نعمل كده. مثلا ناخد برانش كده مثلا. اوكي وهنيجي نديله دايركشن وورب ونربطه برضو بالري سكيل ده، ونقول له مثلا ايه ده يا عم 180 علشان يدينا الستايل ده. اوكي وبعد كده هعمل بليند واجي مثلا اعمل كده، ونيجي جريدينت وممكن نديله مثلا ده
وأقول له هي فين الصورة؟ هات لي مثلا إيه كده، أوكي؟ وتيجي تخففها بالمنظر ده، أوكي؟ بالشكل ده. أنا عايز هنا بس إيه أخفف شكلي، بس الدنيا لطيفة. لكن بقى لما احنا عملنا الكادرت برضه، الكادرت هيبقى معانا مهم جدا جدا، يعني ناخد منه نعمل كوفيت كوفيت كده، ناخد منه النورمال ونربطه ده، ناخد الانمال اكلوجن الكوفيت كده على الانبست شوية. يا سلام بقى، نعمل كده بلينت، وممكن ناخد واحد كمان من ده كده، ماشي، ونقول له يعني نعمله لي حاجة كده تبقى فاتح شوية، اوكي، وناخد من هنا الديرت، ونشوف كده في الديرت مثلا لو ادينا له حاجة كده، ونشوف قدرت معانا المنظر ده، اوكي. ولو خلينا اصلا كده اوكي، يعني هنخليها كده تمام. نيجي بقى عايزين نعمل الرملة، شايفين؟ فاكر ان احنا لو قلنا لو بنضغط هنا بنطلع لي الماسك بتاع الهايب ليمت، هو نفس الموضوع بالظبط. احنا هنشيل بس دول كده شوية، ونيجي نعمل بلند كده وناخد منه ده، ونقول له اعمل لي انفرت كده، وناخد مين مثلا W كده و gradient. ممكن مثلا نخش على موقع pictures، ماشي، نكتب مثلا sand، اوكي. ممكن بقى ناخد حاجات soil، الحاجات اللي ممكن ناخدها مثلا حاجة كده من دول، بس انا عايز pictures يعني. ممكن ايه sand picture، اوكي. ناخد مثلا حاجة زي دي كده واشدها ادخلها جوه السبستانس، اوكي. ونعمل في الجريدينت، نقول له يا عم هات لي الحبة الحلوين دول، شايف؟ اداني نفس الستايل بالظبط بتاع السند، شايفين؟ ويا سلام عليك يا عم. اوكي، ممكن بقى نرجع هنا نظبط الديتيلز شويه بتاعت ال يعني مثلا ايه؟ معلش عشان يبقى باين هو فعلا. ممكن نقول له مثلا برو جراي سكيل كده خفيف قوي، شايف حاجه كده ايه عشان ما يبقاش باين بيكسل. وخلي بالك برضو احنا كل ده بنشتغل على 1024، يعني لما نرفعه دلوقتي لل 2K هتلاقي حاجات حلوه كده. لطيف والله لطيف. بص بقى لما احنا، طبعا انت لو عملت سلايد زي ده تتحكم فيه هاي بلند، يا سلام بقى. يعني بص شايف الحاجات دي كده تظهر وتختفي.
اوكي بالشكل ده. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا الروفنس، صح؟ عايزين برضه نعمل له روفنس، نعمل كده بلند ونقول له فاكرين الجريدينت ده شكله حلو صح؟ هاته كده ونقول له يا عم حطه لي في الروفنس. يا سلام، شايفين بالمنظر ده؟ معانا حلو قوي كده. يا سلام، حاجة والله. بص آخر حلويات. اوكي ايه حلو، بس ايه مش كتير مش ماتش نفس الوقت. بس احنا بنطلع عند السن الكهرباء في الصوره مش صح، احنا لازم اقول له والله اعمل لي اكسبتد بس كده للسند. احنا قلنا ان احنا ناس بروفيشنال بقى، صح ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ على رأي عم الكشف. فاحنا هنيجي كده نقول له اعمل لي دي هنا، وممكن هنا بقى نقول له انفيرتد جري سكيل. خلاص بقى ده كده وبقى ده اهو. بص بقى الروفنس في الاخر اهو، بقى السند معانا ما فيهوش ولا نقطة لمعة، والأرضية بس هي اللي إيه اللي بتلمع معانا، وبقت الدنيا حلوة خالص. وتوتة توتة الأهلي كسب الحدوت. أوكي، فده كان موضوع سهل، أنا شايفه كان سهل ما كانش صعب خالص. جايز بس إيه إحنا نسينا حتة صغننة هنا كده، مش عارف هي مظبوطة ولا لأ. فين هو من الأول؟ بس حاجة كده بس يعني كده تمام، احنا الدنيا كده معانا تمام جدا يعني. لا تمام كده، انا كنت بس بفكر في حاجه. تمام زي الفل خلاص، وكده ظبطت معانا احلى تصميم اهو، والدنيا زي الفل. انتوا اعتقد الموضوع كان سهل، ما كانش صعب خالص. انا حبيت اشرح ده علشان فكره ان انت تعمل ماتيريال بقى من مربع، بس شايفين احنا كنا بس من مربعات قدرنا نعمل ايه. الفكره ان انت تفكر يعني البرنامج مش متاح ليك ان انت تقعد تعمل حاجات دوائر، فانا هعملها ازاي وهكذا، وتبدا بقى تفكر. فانت بقى تقدر تستخدم الكلام ده في ان انت تعمل بقى شغل بلعات، تعمل شغل ارضيات مدوره، الحاجات دي حاجات فيها ديتيلز كتيره، فاهم؟ حته يمين حته شمال حته طالعه حته نازله مش عارف ايه الكلام ده. هتلاقي في الاخر الدنيا معاك سهله قوي. تقدر تتحكم طبعا في لون الانسان بتاعك، انا شايفه كويس. هتلاقي الدنيا في الاخر معاك لطيفه جدا. ممكن تعمل بلند كده برضه، في حاجه اسمها وايت بوينتس دي برضه بتدي لك سند من الذين يعني شويه دوتس كتير قوي كده، شايف؟ ممكن برضه ايه نخففها كده عشان تدي لك شكل السند صح. تقدر تحط شويه زلط، يعني تظبط شوية سلطات برضو كده ما يضرش، عادي جدا. وهكذا الدنيا حلوة قوي يعني. تقدر تعمل بقى كنترولز بتاعك زي ما قلت لك، تقدر تخرج جدا كنترولز كده ان انت تظهرها او تخفيها، تظهر او تخفي الأرضية بس. ف ده كان درس سريع. الدرس اللي جاي هنتكلم بقى عن ازاي تعمل أرضية بقى فيها روك
الروكس وازاي تتحكم في تعزز الروكس وازاي تتحكم في الدينستي بتاعتهم وكل حاجه ان شاء الله. اتمنى الدرس يكون عجبكم، مستنيكم تطبقوه. الدنيا بقت سهله، بنعمل حاجه بسرعه ما بناخدش وقت، ومستني بقى الناس يعني تطبق ده وتعمل حاجه تانية كمان. انا عايزكم تفكروا في حاجات تانية بنفس الستايل ده. اوكي، واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.